عبلت كامل بعد تصدرها ترين تعرف على سر اختفائها. التفاصيل عبر قناة نجم المشاهير. تصدر اسم الفنانة عبلة كامل محرك البحث الشهير جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختفائها عن الساحة الفنية الذي بدأ منذ 4 سنوات حتى الآن. وقررت عبلة كامل أن تنسحب في صمت حتى لم ترد على أي من الشائعات التي تدور حولها بسبب اختفائها واعتزالها. وحاول نقيب التمثيليين الفنان أشرف زكي تفسير غياب الفنانة عبلة كامل، وتحدث سبب ابتعاد عبلة كامل عن الساحة الفنية خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرا. أشرف زكي يكشف سبب اختفاء الفنانة عبلة كامل. سبب اختفاء الفنانة عبلة كامل. وأشار الفنان أشرف زكي إلى أن عبلة كامل اتخذت قرارا بالابتعاد، وهذا قراره الشخصي، وأنه حاول مرارا وتكرارا التواصل معها والضغط عليها لتتراجع عن ذلك القرار، ولكنها دائما ما تقول: أنا تعبت، أنا زهقت، إن شاء الله اللي فيه الخير يقدمه ربنا. كما أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما الذي أنشأ أولى دوراته منذ 4 أشهر، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات أخرى مقبلة، وهو ما احترموه في النهاية. لانها أصرت على الابتعاد عن الشاشة والظهور الإعلامي، حيث أكد أشرف زكي على أنها بصحة جيدة، ولكن سيطرت عليها حالة من الحزن خلال الفترة الماضية لوفاة صديق مقربة منها من خارج الوسط الفني. أحمد كامل يكشف حقيقة اعتزال عبلة كامل. الزوجة السابقة للفنانة عبلة كامل يوضح حقيقة اعتزالها. وفي سياق آخر، كان الفنان الكبير أحمد كمال الزوج السابق للفنانة عبلة كامل كشف حقيقة اعتزالها الفن، حيث أكد في تصريحات خاصة لام المصري اليومي أنها لم تعتزل نهائيا، مشيرا إلى أن هذه شائعات ليس لها أساس من الصحة، وأن أمر الاعتزال يتم تداوله كثيرا، لكن الفنانة عبلة كامل لا تلتفت لتلك الأخبار على حد قوله. آخر أعمال الفنانة عبلة كامل. آخر الأعمال التي شاركت عبلة كامل، وكانت آخر أعمال الفنانة عبلة كامل، مسلسل سلسال الدم الجزء 5 الذي عرض في عام 2018، بطولة رياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي وأميرة نايف، من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشالي.